زيارة في إطار تفعيل إحدى توصيات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بجامعة توريد لاستجابة للنقاش العمومي والجدال اللي كان دار في مواقع التواصل حول مشكل البيئي بالمدينة توريد. الإخوان في هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ارتأوا أنه يرفعوا المجلس توصية على أساس أنه يعاينوا المشاريع اللي كانت دار في هذا الإطار، واللي من ضمنها محطة التصفية والمطرح العمومي في طريق دبدو. وفي هذا الإطار كتندرج هذه الزيارة لمعرفة الحقائق على أرض الواقع ولاستخلاص ما يمكن استخلاصه ولتصحيح المعطيات، لأن النقاش اللي كيدور عليه هو نقاش صحي وكيعبر على المستوى الواعي لدى شباب مدينة توريد. والإخوان في هيئة المساواة تبغاو يتأكدوا من مجموعة ديال المعطيات والمشاريع الحقيقية على أرض الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص المشاريع ديال البيئية اللي كتخص بها مدينة توريد، خصوصا التصدير السائل، هناك محطتين معالجي ومحطة معالجة المياه العادمة للساكنة، اللي كانت في الأول محطة معالجة بتبخر يعني عبر اللاكيناج، وتبدلت على حساب الروائح اللي كانت فيها وديك المسائل، ولات دابا مشروع اللي تقريبا تم الانجاز ديالو ب 70% واكثر، اللي ولات محطة معالجة التهوئة. الاشغال راه سائرة الحمد لله، انها في الفاز الاخيرة ديالها يعني او الاخيرة ديالها. وكاين مع المحطة الاخرى اللي هي ديال الحي الصناعي، لا ديبوليسيون ديال لا زون اندستريال، هذه كانت فيها واحد العوائق اللي الحمد لله تا يتم التغلب عليها، وراها في طور الانجاز تا هي، باش ان شاء الله نحيدوا كاع ديك المشاكل ديال النفايات ديال الحي الصناعي. المشروع ديال المحطه ديال التهوئة تقريبا شي 3 مليار و800 مليون، اللي المدة ديال الإنجاز تقريبا راها ما بقاش بزاف، تقريبا واحد شهرين على شهرين، ولا إن شاء الله غادي تتم الإنجاز ديالها، وكل شيء غادي يكون بخير وعلى خير إن شاء الله. هذا الشيء نتاع ما يتعلق بالبيئه، المطرح الحالي اللي كان عشوائي اللي جايه في اطار نتاع لجنه المساواه وتكافؤ الفرص. الان جينا لهذا المطرح باش نشرحوا شنو هي المسائل اللي بدينا بها، شنو هي المسائل اللي غادي نوصلوا لها، لان كي كتعرفوا كي كان هذا المطرح عشوائي النهار الاول واللي كان كيأرق المدينه، واللي كنت كي كتشوفوا كانت ان الروائح وان النار وكذا. الان كي كتشوفوا كي كتلاحظوا بان ما بقاش داك الشيء، الان كي كتشوفوا الان الاعمال راها جاريه وراها غاديه تقريبا لواحد 70 ولا 60% اللي وصلت. هذا المشروع اللي تعطى تحت رقم 14/2019، الهدف نتاع المشروع اللي هو تنفيذ الاشغال الخاصه بتاهيل وتهيئه المطرح الحالي لتوريرت مع انجاز حوض مؤقت لتمر النفايات المنزليه والنفايات الممثله لها. صاحب المشروع يعني الماتر دوفراج اللي هو لا كومين دو توريرت يعني الجماعه نتاع توريرت، المكتب المكلف بتتبع الاشغال اللي هو البيرو ديتيد البياف، هذا اللي كيدير معنا التتبع، سي تان بيرو ديتيد اللي كيدير معنا التتبع اللي هو اللي كيتبع الاشغال نتاع الشركه. الشركه المكلفه بالانجاز هي ال سي جي. تاريخ الانطلاق نتاع الاشغال كان في 9/12/2019، المده الانجاز كاينه في 30، غتكون في 30 شهر. هاد 30 شهر اللي هذه تكون اكثر من 30 شهر نظرا للتوقف ديالهم لكوفيد اللي كنا وقفناه بطبيعه الحال بمحضر بيناتنا، ولكن هذه تزاد لهم مور 30 شهر. الان دابا رحنا غاديين كي كتشوفوا ان الان كتندار هاد الطريق هذه اللي هذه تكون بالقودرون وكذا، اللي هذه يفوت معها لي كاميون، هذه يفوتوا معها نتاع اوزون، على اساس ان هذه يكون واحد البلاتفورم اللي يبقى يتحط فوقها يتحط فيها النفايات المنزليه تحط فيها، وهذه تنقى
الطريقه، وهذه تندار في واحد الباسان. هذاك الباسان الان اللي رحنا تقريبا تسالى، واللي هذه استمر الى حين انه يتحل المطرح الجديد اللي هو هذه يكون في اطار مؤسسات التعاون بين الجماعات بالمدينه. اذا المشروع هو هذا كي كتشوفوا بان النفايات كامله، انه الان هنا ندار انتيميليس، لان دابا النفايات اللي كانت في المدينه اللي كانت في هذا المطرح انها ما بقاتش كتبان الا واحد الجزء قليل اللي حتى هو راه كيتعدل باش هذه تغطى كامل. اذا المشروع قريب يتسالى بالنسبه لواحد الجزء كبير. اذا تحيه.